السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندي نموذج أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي أسئلة المتابعين دزوهلية وراح نحلها وياكم استفادوا من عدها نهاية السنة امتحان اليوم أي صادف اليوم السبت أربعة خمسة يلا ماماتي القطعة الأولى قطعة هذه من ضمن الكتاب موجودة قطعة جيك موجودة بالوحدة الأولى اليونت الأول الجواب yes or no hello my name is جيك يقول لك مرحبا أنا جيك and I'm English أنا إنجليزي انجلاد is in Euro يعني إنجلاند من أوروبا I live in London يعيش أنا أعيش في لندن London. London is the capital of England uh, عاصمة لندن هي من انجلاند There are lots of interesting places to see يقولك يوجد الكثير من <coughs> هنالك نقول العديد من الأماكن الممتعة التي نراها My favorite is London I uh, It is very big wire يقول هناك دولاب هواء دولاب الهواء uh, كبير it is uh, where the queen lives يلا عيني خلينا نجاوب عليه yes or no Jake is angular. English ، طبعا ما عليكم بالحل، الحل نص خطأ uh, Jake is English، Jake إحنا قلنا صح ،Yes قريناه بالقطعة، شوفوا انتو uh, ال الجمله الأولى تتناسب هي الجمل تتناسب ويا القطعة ، Jake is English صح ،Yes نقول نقول Yes قريناه Jake is English، Jake هو إنجليزي. 2 هي ليفز ان لندن هما كاتبين انه خطا جوابهم خطا نقول هي ليفز ان لندن يس يعني النقطه الاولى يس yes. والنقطه الثانيه يس yes. قلت لكم ما عليكم بال آه الجواب هسه القطعه النقطه الاولى يس yes. والنقطه الثانيه يس yes. يقول لك 3 the capital of England is in New Delhi. آه, نقول no Uh, for london uh, i is very big wire تشوفوها تتناسب اكو موجوده اذا موجوده النقطه بالقطعه الاولى بالقطعه خلو يس موجوده نقول يس uh, five england is in ege هم uh, كاتبين يس هي خطا england is euro ما ما قرينا بالقطعه اسيا إيجي Uh, six the places is where the queen lives. هاي موجود الكلمة كلها آخر سطر نخليه. يلا نجي على القواعد. Uh, السؤال الثاني they from turkey are they from turkey uh, نقول from turkey are لو is شو نخلي are للجمع هماماتي الار المن للجمع اه والاز لل للمفرد زين يقول لك ذي يقول لك ذي ذي قلنا الاز قلنا للمفرد والار للجمع ما دام عدي ذي اخلي ار ما دام عدي ذي اخلي آر زين تو أي دو لو بلاي فوتبول، لا نقول أي بلاي فوتبول، مو أنا أعمل أنا ألعب بلاي، النقطة الثالثة أحمد جو تو سكول كار أون لو باي باي مادام عندي يعني الباص الكار الترين أخلي باي. يعني بواسطة أحمد ذهب إلى المدرسة بواسطة السيارة لو فوت مثلا عندنا القدم أخلي أون لكن كار باي فور يستردي ما دام عدي يستردي أه يستردي سار دار تو ذا سيتي جولو وينت أخلي وينت شلون عرفتها وينت لأن عدي بالماضي يستردي بالماضي yesterday أخلي went الجو بالمضارع. five علي a new bicycle has له have has علي مفرد أخلي has six I went to in the English language I went عندنا study I went study زين هنا عندنا أه شنو بعد ها الماتش لست اي ولست ابي يقول لك اول وحده where is باند فروم مين من تشاينا من الصين نخلي دي حرف دي نخلي زين عندنا الثانيه where can you get bread from آه هل تستطيع الخبز مين الخبز مين من اخر واحد اف ما عليكم بالحل آه بيكري الخبز من الخباز اف النقطه الاخيره 3 ذا كات از القطه هي بلاي بلاي فول يعني ودوده نخلي اي القطه هي اي آه فور جو تو شوبينج أذهب إلى التسوق بي الرابعة بي الخامسة Where are you from؟ يعني تمين نقول لك I am from Iraq نخلي سي السادسة What's your favorite sport؟ آه من اسمها يعني شنو هو التك المفضلة؟ شنقول آه I prefer basketball إي e. شوفوا راح أرد لكم إياها لين خاف تخطئون أه... بهذا الحال النقطه الاولى أه... باندا أه... دي النقطه الاولى دي النقطه الثانيه اف الخبز من المخبز النقطه الثالثه اي بلاي فور القطه ودوده النقطه الرابعه شوبينج بي النقطه الخامسه أه... أه... النقطه الخامسه سي I'm from Iraq من انت من العراق اي والنقطة السادسة شنو هواية ال هوايتك الرياضة شو تخلي تخلي اي اي بريفر باسكت بول أه هوايتي الباسكت بول نجي على هذا النقا هذا شو يسموها لا اله الا الله أه كلمات واحنا نخليها عندي أول وحدة العلم إنجلاند إنجلترا ثالث وحدة هذا الصندوق آه نخلي بوكس آخر وحدة بوكس آه هنا الملاكمة آه بوكسينج قبل الأخير كلمة بوكسينج قبل الأخير وهذا آه نقول كلاينز هذا ثاني كلمة وهذا شنو بالله آه ها شارك القرش نخلي أه أول وحدة زين نجي على اختصاره قصدي السبيلينج spelling هي إز هي إز آر ذير يعني أشيل الآي الأي الأي مو الآي الأي بوك بوكس فوت فيد الأو أقلبها إلى إي e, فيد uh, uh, رقم خمسين 20 هما كاتبين إداعش خطأ 20 يعني عشرين. ميك made نيد needed أضيف لها إيدي لأن بالماضي وين وينتر هذه هنا سمر أم uh, بس أم اثنين أم أم سمر 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 uh, أم uh, متكررة أو شنو بعد فيرس وان third ثيرد ثري وار دي آخر حرفين التنقيط اخلي كابيتال دو اول حرف كابيتال وهدى اخليها كابيتال ان تنزل نفسها فراس اخلي كابيتال الاف لايك تنزل نفسها سبورت تنزل نفسها واخر شي اخلي علامه استفهام لان باديه بسؤال اسئله جدا جدا بسيطه ان شاء الله التوفيق